صباح الخير أحبتنا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في حصتكم العائلية دردارك. وسيلة نرهودة ترحب بكم وراء الميكروفون وفريد ودليلة بن زايد في الهندسة التقنية. دارداركم وسيلة ضيفة عندكم. واليوم تشاركني الحصة شاف فاطمة عمار اللي نرحب بها نقول لك صباح الخير. صباح النور حبيبتي وسيلة، نورك هو الكبير. شكرا لك على الحضور حبيبتي فاطمة. العفو، راني في الخدمة. صباح الخير التقنيين، صباح الخير جمهورنا الكريم ومستمعينا، وان شاء الله نكون خفاف عليهم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله تكون حصة ممتعة ومفيدة لكل المستمعين والمستمعات الوافيات لحصة دردار ان شاء الله يا ربي. اذا نبدأ بداية الحصة في الجواب تاع مستمعه حبت وصفه تاع الكريوش اللي يجيب فيه بالخميره. على بركه الله، على بركه الله. نبدا اولا نحضروا الخميره من قبل، على الاقل عندنا 48 ساعه نكونوا محضرينها من قبل ما نبداو في الكريوش تاعنا. عندنا اربع مغارف كبار فرينه، مغرف صغيره خميره الخبز، مغرف صغيره ليمون، 200 مللتر الماء. نعاود المقادير: ربع مغارف كبار فرينه، مغرف صغيره خميره الخبز، مغرف صغيره ليمون، حوالي 200 مللتر ماء. اولا نخلطوا الفرينه مع خميره الخبز الليمون والماء، ومن بعد نفوتوها في الصفايه ما نلقاش نخلو كاع الكرات فيها لي كوم وا نديروها في علبه وندخلوها في الفريجيدير بوندون 48 ساعه. دونك علبه و 48 ساعه نخلوها يومين حتى تخمر مليح، حتى تخمر مليح في الفريجيدير. قبل ما نبداو نحضروا الكريوش تاعنا نجبدوها بواحد الاينور هكا ولا اولا نروحوا للمقادير تاع الكريوش. عندنا كيلو فرينه، عندنا 250 غرام زبده دايبه، ماذا بينا زبده تاع الفيطاج، لا ما كانش معليش مارغارين هذه هي. عندنا واحده خميره الحلوى، عندنا نصف كاس شاي زيت، نصف كاس شاي ما زهر، عندنا زوج مغارف كبار خل ابيض، حبه بيض، قرصه ملح، ججلان منقي ومقلي ومطحون، مطحون غبره. نعم. وبطبيعه الحال الماء. نعاودوا غير المقادير، كاين بزاف اللي ما دونوش لو غيست تاع المقادير، نفضلوا نعاودوا. عندنا كيلو فرينه 250 غرام زبده دائبه لكات عندنا تاع التوريق نديروها لا ما كانش نديروا الاخرى، واحده خميره الحلوى، نصف كاس شاي زيت، نصف كاس ماء زهر، زوج مغارف خل ابيض، حبه بيض، قرصه ملح، ججلان مقلي ومطحون. الكميه اللي حبتها، بغات تدير نصف كاس بغات ولا ما بغاتش دير ما ديرش. هذه في العجينه، في العجينه. نعم، ماشي جبنين. اه والماء باه نلموا العجينه. نعم، اولا ندوب ناخذ هذيك المارغارين اللي كنا مدوبناها. نعم. تكون شويه بارده، نديروها مع الفرينه مع القرصه تاع الملح، نحكوها مليح. ماذا بينا الا كان عندنا غربان نغربلوها باش ما يبقاولناش الكرات، من بعد كنا يغبنونا كي نورقوا العجينه. نغربلوها، ومن بعد نزيدوا لها البيض، نزيدوا لها الخل، نزيدوا الماء زهر، ونزيدوا البيض البيض الخل والماء زهر، ونلموا بهذيك الخميره صح اللي كنا وجدناها. طيح لنا حوالي كاس تاع 250 مللتر هذيك الخميره كي نخلطوا ذاك الماء. خاصنا الماء نزيدوا، ما خاصناش هذه كفايه. كيفاش تكون العجينه؟ العجينه تكون قاسحه ديك خوستيان، تكون قاسحه العجينه. صح. نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها على الاقل زوج سوايع. نعم. تريح. من بعد نخدموها عادي كيما نخدموا الكريوش تاعنا، نقسموها واللي نرجعوه نرجعوه في الكيس البلاستيكي باش ما يضربهاش الهواء وتنشف لنا. نعم. ونقلوها عادي، وماذا بينا نخلوها تريح تبرد تماما، عاد باه نعسلوها باش ما تعجنش. العسل كيفاش يكون شويه دافي؟ يكون ثقيل. لا العسل عادي يكون شويه ثقيل. نعم. نعسلوها ونزيدوا لها ججلان من الفوق ثاني كيما قلت وتجي. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه شيف بلازمي فاطمه. اللي التحقوا بنا اللحظة نقول لكم صباح الخير ونهاركم سعيد ومبروك بهذه الصبحية المشرقة. وضيفتي ضيفتي فاطمة عمار اللي عطتنا الوصفة جميلة الكريوش بالخميرة اللي طلبت عليه مستمعة، ورانا لبينا لها الطلب وجاوبناها. نتمنى نكون في تكون في الاستماع ان شاء الله يا ربي. احنا دائما في الخدمة، ما يسمعوش نعاودوا لهم الوصفات ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ما كاينش مشكل في حصة دردارك، ودائما مع المواصفات. انا نحب توجور في حصة دردارك تكون وصفات شوية
نادره اللي ما يعرفوهاش واللي يتعلموها ويفرحوا بها. ذكرتي انك عندك وصفه صالية ولكن جايه كيما الجينواز وهي مالحه. مالحه نعم تفضلي. دروك رانا في الموسم الصيف والخرجات وكاع ماذا بينا نبدلوا نديروا حاجه خفيفه ثاني تكون مليحه. نعم ضيوف وجود هذه العربات هذه هي. تفضلي. اولا نخدموا جينواز اباز دو بيشاميل. عندنا المقادير 100 غرام زبده، 100 غرام فرينه، نصف لتر حليب، 5 بيض، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، 50 غرام فرماج كيما حبت بارميزون شيدار اللي كان عندها. نعم. نعاود المقادير 100 غرام زبده، 100 غرام فرينه، نصف لتر حليب، 5 بيض، ملح، حرور، جوز الطيب والجبن. نروحوا لطريقة التحضير. نديروا الزبدة تاعنا في كاسرونة نديروها فوق النار، نخلوها حتى تذوب، نزيدوا لها هذيك 100 غرام تاع الفارينة، نسيو كي شغل نحمروها بنت الفارينة تروح، كيما نخدموا البيشاميل تاعنا العادية. من بعد كي تتحمر نولوا نزيدوا لها الحليب على دو فوعات، ما نفرغوش ديريكت، نروحوا نخلطوا، نواصلوا في الخلط باش ما تتكور الناش. كي يتقال نزيدوا عليه جوز الطيب، نزيدوا عليه الحرور، ونزيدوا عليه الملح. ما نكثرش جوست تو لان تنعس. تنعس غير شويه. معليش غير البنة. معليش يرقدوا مليح. بصح اليوم الفطور الناس قاعد تستنى المنتخب الوطني باش يجيب يكونوا. ان شاء الله يا ربي يوفقهم ان شاء الله. من هذا المنبر ندعو لهم ان شاء الله يا ربي يوفقهم يكونوا يا ربي يفرحونا كاع ان شاء الله يا ربي. ونوخروهم على جهه، نوخروهم فوق النار، نزيدوا لها 5 صفار بيض. ونخلطوا. وهذوك 5 بياض البيض نديروا لهم قرصه ملح نطلعوهم اونيش. صح. من بعد نزيدوهم الخليط الاول اللي تاع البيشاميل وصفار بيض، نخلطوا غير بشويه باش ما نهبطوش داك الباتول هكا غير فوالا باش ما نهبطوش البيض البيض. نديروا ورق طهي ونفرغوها فيه وندخلوها للفرن الطيب. نعم تقول اون جينواز. جينواز اباز دو بيشاميل. هذه من جهه. من بعد كي نوجدوا دروك باه نحشوا لا جينواز ما بين الطبقات، باه نديروا الحشو ما بين الطبقات. عندنا كريم فرماج. كريم فرماج نديروا فيها عندنا البيضه، عندنا 70 غرام مايزينا، 500 مللتر الحليب هو نصف لتر حليب، ملح، فلفل اسود، 250 غرام جبن ابيض، معدنوس. نعاود المقادير. بيضه 70 غرام مايزينا، نصف لتر حليب، ملح، فلفل اسود، 250 غرام جبن ابيض والمعدنوس. اولا نخلط بيض، نخلط البيضه مع المايزينا ونعاود نرجع ليهم هذاك الحليب اللي كنا دفيناه ونخلطوا غير بشوي، نعاود نرجعوهم فوق النار باه يتقالوا. كي نرجعوهم فوق النار نخلط مع مواصله الخلط، كي يتقال لنا نوخروه على جهه ونديروا له المعدنوس، نديروا له الفرماج، ونديروا له الملح والفلفل الاسود. النار عندنا صلصه الجبن على جهه. صح متبله وواجده. واجده. نروحوا لكلاصاج ميغوار. الفوقاني كاع. الفوقاني كاع كيما مداري تعودناه غير في لي طاخ في لي باتيسخي. دروك حنا غادي نديروه صالي. نعم. نديرو كاس مرق خضر اللي كان عندنا، ولا كاس تاع تكوني غليتي لي كروفيت ولا لا ما كانش كاع عندنا. دوق تاع سمك ولا خضر على حسب اللي حبت المستمعات. اللي ما عندهاش دير شويه بصل شويه هكا. واللي ما عندهاش دير مكعب. مكعب تحله بالماء ديره يغلي وتعبر قد كاس. كاس عندنا تاع 250 مللتر تاع اللي نشربوا فيه الماء. نعم. دير فيه ملعقه كبيره تاع معمره تاع مايزينا. دير ملح ملون غذائي، وعندنا زوج اوراق الجيلاتين. نعم. اولا ناخذ هذاك الكاس تاع مرق الخضار ولا الدجاج ولا اللي كان عندك. نديروا له المايزينا ونديروا لها الملون الغذائي. تبغي دير زعفران على حسب هي الملون اللون اللي راهي باغيه الكلاصاج تاعها. صح. وتحطها فوق النار. ولا نقدروا نديروا ثاني طبيعي. احنا اون بريفير نكونوا بيو الباربا هذه هي. ولا السوا تاع السلق يكون اخضر. تاع السلق ولا شويه كركب ثاني. كركب ثاني هو طبيعي. نعم. وتكون هي بجهه دايره اوراق الجيلاتين في الماء، في الماء بارد. صح. بيت نفخه. نعم. كي يتقال لنا هذاك الخليط نوخروه من فوق النار، نعصروا مليح ورق الجيلاتين ونقيسوا فيه، نواصلوا الخلط مليح. نعم. ولا بغات تخلطه بالبرا ثانيك من الاحسن. نعم. باه يذوب كاع. نعم. نروحوا دروك للمونتاج، ناخذ لا جينواز. نعم. نقسموها اون دو باه يكون عندنا طبقتين. نديروا وحده نديروا فوقها هذيك صلصه الفرماج اللي وجدناها،
الا كانت حبت تذوق السمك دير الطون ولا دير هي ما حبت. نعم. تعاود دير من الفوق لاجينواز، تعاود دير ثاني طبقه واحده اخرى تاع صلصه الجم، ودير غلاصاج ميغوا وتزوق كيما تبغي من الفوق، دويرات زيتون تاخذ من صلصه الجم تزيد لها شويه تاع ملون ودير خطوط. نعم. تبغي دير كاتشوب ثانيك من الفوق، ما بغيت نقول لك التزيين زعما على حسب الذوق، وتخليها تبرد تقطعها هكا حبيبات صغار وشهيه كيما الحبه تاع الملفاي هكا، كيما الحبه تاع الملفاي وباتيسري هكا وشهيه طيبه. تجي حاجه شابه وبريزونتر. شكرا لك حبيبتي، كانت وصفه ممتعه ومليحه ومفيده. مستمعة من كلمسان، حبت شيف فاطمة تعاودي لها غير المقادير تاع الصلصة اللي في تاع الصالي. نعم. كريم فرماج، أولا عندنا حبة بيض، 70 غرام مايزينا، نصف لتر حليب، ملح، فلفل أسود، معدنوس، 250 غرام جبن أبيض. نعاود هذا وهذا الحشو تاع الجنواز سالي، وهذا صلصة الجبن. نعم. صوص فرماج، ونعاودوا لهم الخميره. الخميره الخميره نعاودوا كاع الوصفه تاع القريوش اللي طلبتها ما سمعتهاش. عندي وصفه هذه تاع القريوش بالخميره، وكاين وصفه بلا خميره. نعم، نعطيو لهم الوصفه تاع الخميره ومن بعد نشوفوا لك. اولا عندنا 4 مغارف فرينه، مغرف صغيره خميره الخبز، مغرف صغيره ليمون، 200 مللتر ماء. نخلطوا هادو الكل مع بعض، نفوتوهم في صفايه ونديروهم في علبه، ندخلوهم في الفريجيدير مده 48 ساعه. ونجبدوهم قبل ما نوجدوا القريوش تاعنا بواحد الاينه هكا من قبل، ولا باش تكون شويه تحمى بات تتفاعل. نروحوا للعجينه القريوش، عندنا كيلو فرينه، 250 غرام زبده دايبه، واحد خميره حلوى، نصف كاس شاي زيت، نصف كاس شاي ما زهر، زوج مغارف كبار خل ابيض، حبه بيض، قرصة ملح، وعندنا الماء باه نلمو لما كفاتناش الخميره، والجلجلان مقلي ومرحي. نعم. نروح طريقه التحضير بالخف. بالخف الاولى نديروا الزبده دايبه مع الفرينه وقرصه تاع الملح، نحكوهم مليح ونفوتوهم في الغربال مش ما يبقاولناش الكور. من بعد نزيدوا لهم حبه بيض، الخل، الماء زهر، الجلجلان، وحده خميره الحلوى كيميائيه ونلموا. نعم. بالخميره لا ما كفاتناش، نزيدوا غير شويه تاع الماء لق العجينه تكون شويه قاصحه شاده روحها. نعم. واللي قالت لك راهي تفتتلي. لا من هنايا هنا تكون شاده روحها، لاخاطش كي غادي نحلوها ما نستعملوا لا مايزينا لا فرينه. نعم. مي كاين واحده اخرى تاع كي نطبقوها وكاع تخرج لنا مورقه، هذيك نستعملوا فيها المايزينا، معليش الا كانت العجينه شويه طريه. نعم. نقلوها ونخلوها ماذا بك نخليها تبات، والغدوه من داك تعسليها باش ما تتفتش. نعم. تتبرد تماما. صح. ما تستعجل ما تتفتش. صح. هذه هي القريوش، نخلوه يرتاح ونخلوه يرتاح. اذا المستمعه طلبت كاطو تاع الافراح والمناسبات، وكاين عندي كاطو هنا تاع المناسبه ثاني كيجي شباب يجي بنين. نديرو يكون بريزونطابل وما يكلفش بزاف، ما يحشمش. هذه هي ما يحشمش. او نقولوا احنا نجمو نقولوا لها صابلي بريستيج. نعم. انا نديرها بزاف ويعجبهم كاع. نديروا فيها ماشي الخدمه بزاف، ما فيش الخدمه بزاف، وما ما كلت الصحابه ما تدير دي بريستيج. لا لا ما فيش. اولا عندنا نعطيها المقادير تاع 250 غرام زبده، وهي تضعف. نعم. 250 غرام زبده طريه، نصف كاس سكر ناعم، 50 غرام حلوه الترك، عطر كراميل، نصف كاس كاوكاو مقلي ومطحون، ونصف كاس ججلان مقلي ومطحون. هادو تبغي دير مكون واحد فيهم، تبغي دير زوج هي حره. عندنا صفار بيضه، عندنا بيضه كامله، وعندنا ساشي تاع خميره الحلوى. نعم. والفرينه. نعم. لموا العجينه تاعنا، نديروها في المول السيليكون الشكل اللي بغينا، اوفال، قلب، الشكل اللي حبت، المهم يكون فارغ في الوسط. نديروها طيب، كي نخرجوها خلوها تبرد. شتي مول السيليكون هذا الكاطو يجي هشيش، كون نديمولوها بالخف غادي تسهرس لنا، خلوها تبرد شويه. من بعد كي نقلعوها من الفوق نفوتوا عليها بانسو، يا اما انت حره بالمربى او بالعسل ولا بالكراميل، نرمضوها في القطايف اللي كنا حمرناهم.
يكون محمرين غايق طايف مفتين نفوق نرمدوها فيه، نعمروا هذاك الفراغ اللي في الوسط، يا اما نعمروه بالشوكولاته اختيني، نعمروه بالكراميل تانيك. كراميل يجي بنين. يجي بنين. انا سيته بالكراميل. يجي بنين ونزوقوا من الفوق تانيك بحبات هذوك السمسم يكونوا بالالوان، ولا راه كاين دروك بزاف تاع كاين لو شوا وكاين هذه. نعم. اذا شكرا لك على كل الوصفات، رانا عطينا جاوبنا على كل الاسئله. مديتي وصفه تاع الكريوش بالخميره، الوصفه الاقتصاديه ثاني تاع الحلويات جينواز سالي. اذا نتمنى ان نكون افدناكم بوصفات جميله ومفيده. رفقه فاطمه عمار، رفقه الشيف فاطمه عمار، كانت معكم وسيله نور الهدى ميكروفونيا، وفريد وديلا بن زايد في الهندسه التقنيه. تحياتي لكل اوفياء اذاعه وهران، حد سعيد فريقنا الوطني اليوم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.